فرنسا سنة 1989، واحد اسمه زبون في سرداب تحت الأرض بيرسم اسمه على الحيطان وبيسمع أغاني زمان، بيحس بصوت غريب حواليه أكن حد مراقبه بالضبط. لما بيبص أول مرة ما يلاقيش حاجة، تاني مرة يلاقي وحش غريب شافه وجري بسرعة ويهرب في ممر السرداب، بس للأسف اتأخر. بعد سنتين شوية صحاب سونيا وماكس ويجي لهم صاحبهم هنري وعمالين يتكتكوا خطة عشان ماكس ياخد إعفاء من الجيش. ما عندوش حل غير يعمل نفسه مجنون، لإما هيدخلوه في وسط ناس بعضلات بدون عقل ونهايته هتبقى على ايديهم، وعايز منهم يعملوا له خطة عشان يستمتع بيها في آخر أيامه قبل الجيش. وسونيا مستنية صديق ليها اسمه رامي وصل تسيبهم وتروح له، بيبيع لها المخدرات بالفلوس رغم انه صاحبها، ويقول لها محدش لها مخدرات في فرنسا احمدي ربنا، وبتقول له ما يقترح لها كان يتفسحوا فيه مع صديقها ماكس وهنري، يقول لها بكرة بعد الظهر هوريكم مفاجأة. خلصوا وروحوا، اتنين قرع مراقبينهم، ولما تنام سونيا تحلم ان اصحابها مضروبين ومغمى عليهم وواحد اقرع شكله الماني محاصرها، تستغرب من الحلم الغريب. تاني يوم استعدوا لرحلته، عرف صاحبها رامي بيهم هيبقى دليلهم ويقولوا له على فين، يقول لهم ورايا بدون كلام. هيروحوا السراديب يستكشفوها، اتبنت من زمان والبشر هجروها لما باريس كبرت وعملوا المترو، تحتهم المجاري وتحت المجاري المترو وتحت المترو الكأس المقدسة قصده السراديب يعني، ويكملوا رحلتهم. يروح هنري ياخد معلومات اكتر من رامي، يقول له السراديب عالم حر بدون قوانين محدش بيتحكم فيه، كله في حاله وبالنسبة للخطر مجهول، بس ما تقلقش هاخد بالي منكم. ويوصلوا لأول ممر ويقول هنري انا عندي خوف من الاماكن المظلمة، فيديله رامي كشاف يساعده وهو معدي اتزنق الغبي. يمسكوا ماكس في الممرات دي، الفيران مصابة بفيروسات قاتلة للبشر، ويلاقوا دخان يحس انه دليل على وجود الشرطة لان الناس لما بتسكر بتموت في بعض هنا. وتلاحظ سونيا ان رامي معاه سلاح، ولما يمشوا الناس يثبتوهم، بس طلع مقلب من صحاب رامي فيهم، وفعلا دنيا كاملة من البشر عايشة تحت الارض في حرية. على الخريطة بيحاول رامي يوصل لسرداب اسمه المنطقة البيضاء، قديم ومحدش استكشفه لحد دلوقتي، بس اصحابه لقوا ثغرة ومش عارفين هيعرفوا يعدوا منها ولا لا، لان الاحجار مش مستقرة وبتتحرك كل ما المترو بيتحرك فوقيها. واحنا بنحاول نقوي الممرات دي، ورغم الفترة دي كلها الناس بتقول ان السرداب الابيض لسه جديد زي ما هو. يروح ماكس يتعرف على واحدة اسمها لمياء بتدور على اخوها اسبون اللي اختفى في الاول من سنتين. يكملوا طريقهم يلاقوا ممر اسمه بنام، الاحجار اللي اتبنت عليها فرنسا في البداية. يدخلوا ممر جديد يلاقوا ناس غريبة قدامهم، واحد منهم يقف يهجموا عليه ويجروا بسرعة. راح نادى اصحابه حصره، هي واصحابها بيقتحموا مكانهم وهيكشفوا للناس كلها. تلاحظ سونيا السلاح اللي مع رامي وتاخده تهدد المتنمرين قبل ما يموتوا اصحابها، تضربهم وتثبتهم وتقول لهم يقلعوا الجواكت وتخلي هنا ريام الحمام عليهم انتقاما منهم، ويجروا بسرعة. من كتر الجري يتاه، يقول رامي في سراديب كتير وانفاق انا مش عارفها كلها بس هنلاقي مخرج. لقوا سلم في نهاية الطريق بس في فيران كتير، لازم ياخدوا بالهم لانها معدية، مش طبيعي يكونوا هنا، اكيد حاجة مجهولة خوفتهم عشان يبقوا هنا. لقوا مخرج المجاري وحديد عشان يتسلقوا، بس الحديد مش متين ومش هيستحملهم يقفوا عليه. يرمي ماكس الحديدة وكملوا ماشي، يلاقي رامي صاحبه ويقول له مبروك استكشفنا المنطقة البيضاء، وشايف هنري انهم لازم يرجعوا احسن وينهوا الرحلة. يقول رامي هندخل دقيقتين ونخرج. قرر ماكس يستكشف المنطقة البيضاء وهيروح زمايله معاه. دخلوا الممر لقوا الرسمة اللي رسمها زبون لما يختفي من سنتين، وماكس بيتمشى يقع في فخ وينقذوه منه، ورجله هتسبب لهم مشكلة في المشي وهيعطلهم. ويلاقوا شنطة زبون، تقرر لمياء تسيبهم وتمشي عشان تدور على اخوها، لانه كده اكيد في امل انه هنا. يحذروها لان المكان خطير بس ما تهتمش. قرروا يشدوا ماكس بالحبل عشان يخرجوه ويحس بهزة بسبب المترو. قبل فوات الاوان انقذوه، الطريق اتقفل، ويقول يا ريت رامي يكون معاه معدات يحل بيها النفق او حتى متفجرات ويزرعها فعلا، ويحاولوا يدوروا على لمياء. الطوب كتير والمتفجرات هتاخد وقت لحد ما هتنفجر، وربطوا رجل ماكس وانهم لازم يدوروا على الطريق تاني ويلاقوا لمياء. جم يمشوا لاحظوا فخ وصوت غريب قدامهم، يقعد هنا يصور بالكاميرا الليلية يلاقي مخلوق شبه الكلب يهربوا، وعمال رامي يدور في الخريطة على مخرج. ويتصدم هنري لما يلاقي كلام ألماني في النفق، والمنطقة البيضاء عبارة عن قبو ألماني من زمن الحرب. ويقول رامي لازم نكمل مشي ونلاقي مخرج. يلاقوا سلالم وينزلوها، يلاقوا مخزن من أيام الحرب في لبس الجيش الألماني، شغلوا الكهرباء كمان، لقوا شعار ألمانيا المستقبلية وحد مخربش على الحيطة شكله كان مسجون هنا لفترة طويلة. ويلاقوا لمياء في وشهم، ايديها مقطوعة ومتاكلة،
حاجة تهجم عليها يقفلوا الباب وسمعين صوت صرخة ومش عارفين يعملوا حاجة يهربوا. من شكل اللبس الألماني شكله مش متبهدل. ويقول هنري الحرب خلصت سنة 45، يعني كده لو في حد هنا وكان عمره 18 سنة يبقى عنده دلوقتي 64 سنة ومش عارف ان الحرب خلصت. ويلاقوا قنابل وسكينة ومادة اسمها البيرفايتن، كان منشط بياخده الألمان بيساعدهم في حرب زمان، وهياكل عظمية وأشلاء، وده سبب وجود الفيران هنا. والسفاح كده بيقتل وبياكل البشر، مش مجرد جندي عادي. يحسوا بحركة حواليهم يهربوا، يقع ماكس والوحش عمال يشده. يضرب رامي النار عليه ويحرره ماكس، بس بعد ما رجله اتاكلت. ويظهر لهم الكلب ويجري وشكله كده كان ميت قبل كده. حالة ماكس صعبة جدا، ورامي بيقول لسونيا مش هنعرف ناخده معانا لانه هيعطلنا، وهنري مش هيعرف يعمل له حاجة لانه عاجز بسبب رجله. يقولوا له هنروح ونجيب مساعدة ونجيلك على طول. يقفلوا الباب ومعهوش غير الكاميرا الليلية، وهو نايم النور بيقطع والقائد الالماني بيجهز نفسه عشان يصطادهم. يشغل ماكس الكاميرا الليلية يشوف فيه، يموتوا القائد ويبص الفريق يلاقوا قدامهم. يجروا بسرعة، خدوا بالهم من الفخ ما عدا رامي وقع فيه ومات. ويكملوا جري والقائد وراهم حاصر هنري، وسونيا شكله ميت وياخد مادة البيرفايتن عشان يقتلهم بسهولة. يروح هنري يهجم عليه بالسكينة يموته والأنفاق تنفجر بسبب رامي اللي حط فيها المؤقت قبل ما يموت. تجري سونيا تلاقي الكل ميت والشباب المتنمرين في وشها، تقول لهم انهم لازم يجروا من هنا لان في خطر عليهم. يقولوا لها مش هنسيبك برضو. يجي القائد ويستغربوا منه وتهرب سونيا بسرعة. موتهم وتروح سونيا للسلالم، ومفيش حل غير تحاول تهرب منها، بس القائد جالها. يجي يخنقها تحاول تاخد الحديدة اللي كسرها ماكس في الاول وتموت القائد لسه حي برضه. تقعد تدوس عليه لحد ما يموت. تتسلق الانفاق تحاول تنادي على اي حد، طبعا محدش هيسمعها، وعمالة تنادي وتنادي. طلع القائد لسه حي وشدها للجحيم. ولمزيد من افلام الزومبي هسيب لك قائمة تشغيل ليهم في الوصف.